بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور نذير رمضان، اخصائي الاطفال وعضو الجمعيه العربيه لدراسه السكر، وكنت اخصائي عملت في معهد السكر عام 2012، ومدرس اسمه الكلينيكيه في كليه الطب القصر العيني. النهارده انا عايز اجاوب على سؤال مهم جدا كتير بنتساله كتير كدكاتره وكاطباء باطنه وكاطباء اطفال وكاطباء عاديين وكاي حد بيعمل في المجال الطبي بيتسال السؤال ده. هو انا كعيان سكر خلاص لازم امشي على ادويه، وهمشي على الادويه دي للعمر طول العمر، وخدت انسولين مش هبطله. السؤال ده مهم جدا، ونحاول نفهم العيان. يا جماعه لازم نفهم السكر يعني ايه. السكر بقول العيان وفهمه كويس ان السكر ده عباره عن انه حصل خلل في افراز الانسولين في البنكرياس. الخلل ده ممكن يكون خلل تام، وده السكر اللي بيحصل في الاطفال وبيسموه سكر النوع الاول. ممكن يكون خلل جزئي وبيكون معاني الانسولين قليل ومش شغال كويس، وده بيحصل في النوع الثاني، تمام؟ اللي هو بيحصل في الكبار. بقول العيان اللي في النوع الاول اللي هو الطفل لازم ياخد انسولين قولا واحدا ما فيهاش كلام، ولا ومفيش اي بديل له، ولا ينفع معاه الاقراص. العيان اللي في النوع الثاني بقول له والله حسب استجابتك. اهم حاجه رقم واحد ان انت تنظم الاكل كويس، الدايت كنترول او تنظيم النظام الغذائي ده اكتر حاجه بتحسن معايا الاستجابه للسكر. رقم اثنين ممارسه رياضه وتغيير العادات اليوميه الخاطئه، ان انا اكل حاجات فيها دهون كتير، ان انا يعني ما اعملش رياضه يوميه، ان انا اكل كتير وانام، الى اخره من العادات السيئه. ده اول حاجه بتحسن لي حاجات كتيره جدا، وتحسن لي الاوتكم والنتائج بتاعه السكر بدرجه كويسه جدا جدا جدا، وممكن لوحده يبقى كفايه ان هو يظبط السكر. الحاجه الثانيه بقول له ارجع للدكتور عشان حاجتين، عشان اول حاجه يقول لك الدواء المناسب، ومفيش دواء واحد للجميع، كل عيان ليه الدواء المناسب بتاعه حسب سنه، حسب وزنه، حسب اكله، حسب شغله، حسب تحاليله. كل دواء الدكتور بيفصله دواء مناسب ليه، مفيش حاجه مضره، كل الادويه ليها الميزات والعيوب. كمان الناس اللي واخده فكره سيئه عن الانسولين، بقول لهم الانسولين ده احسن علاج موجود للسكر، ده احسن علاج، عيبه الوحيد هو ان هو بالابر، ان هو شكه، تمام، وممكن اتغلب عليها في بعض الطرق. وكمان الدكتور بيفيدني ان انا ابعد عن المضاعفات. امتى اعمل فحص قاعين؟ امتى اعمل وظائف كلى؟ امتى اعمل زلال في البول؟ امتى اعمل كذا عشان ابدا احمي نفسي من المضاعفات؟ تمام. فانا بوجه لكل الناس، لكل مرضى السكر بالذات، والناس اللي عندهم حد في العيله عنده سكر، والناس اللي عرضه يجي لها سكر، والناس اللي ممكن يكون حد قريبه من الدرجه الاولى عنده سكر، بقول له لازم تفهم يعني ايه مرض السكر، لازم تقرا كويس، لازم تسال، لازم تفهم، علشان ما تخافش، علشان ما تحسش ان الموضوع مخيف وان الموضوع خلاص هي حاجه واحده ومفيش تغيير. لا، الموضوع سهل جدا لو احنا فهمناه، وصعب جدا ومعقد جدا وليه مضاعفات كتير جدا لو احنا اهملناه ولو احنا ما فهمناش. شكرا جزيلا.